احنا كبشر ما نقدر نتحكم بالاحداث اللي تحدث لنا، والاحداث اللي هي نقدر نسميها الافعال، ولكن اللي نقدر نتحكم فيه ونقدر ان نتصرف وياه اللي هي ردة الفعل. ولكن لما نيجي على ردة الفعل، في ردة فعل وفي شيء ثاني اسمه استجابة. ردة الفعل غالبا تكون سلبية، ولكن الاستجابة معظم الوقت تكون إيجابية، وإذا ما كانت إيجابية تكون أنت متأكد من اختيار ردة الفعل هذه، أو خلينا نقول العمل هذا اللي أنت بتعمله، لأن هي الاستجابة هي نوع من أنواع الفعل. لأن قبل لا تعطي، خلينا نقول إذا صار لك حدث، أي حدث، واحد كلمك بطريقة مو زينة، أو صار لك حادث بالسيارة، تاخذ وقتك تفكر شنو اللي أنا بقوله، وبعد ما أقوله راح يأثر بالإيجاب لي، بالفايدة لي. فمن شذي تختار الاستجابة بدال ردة الفعل. KIB بنك للحياة.